نورت المزاريطة. دي قلعة الكبير قوي ماي فادر، دي صوره اللي فوق السلم هناك، دي صوره الاثنين. هنا بيسموه دوار العمودية، you know something like الوايت هاوس. اوكي نيكول، بشوفك بكره في البروفا. اوكي باي باي باي. ايوه يا جوني، بس انت يعني شكلك تو كول على العمدة اللي بنشوفه في الافلام. ثانك يو سويري. نيكول نيكول حلو العلمه يا ربي. نيكول انا طبعك ده وبحبك ده وبحب اعيش وما عندي ايش غيرك ده. نيكول انا بحبك قوي، معلش انا فرحه ما سيعنيش، المزارطه كلها منوره حبيبتي. ميرسي منوره باحلى. حياه النبي، تبقي تاجي عندنا عشان نتانسوا بيكي. طب ما انا عندكم اهو، هو انتوا عندكم تاني؟ لا انا ما قصديش هنا، انا قصدي هناك. هنا النص بتاع سجوني، هناك النص بتاع الكبير قوي. يا مري تعمل ايه عندك يا بلغه؟ حقك عليا يا كبير. بلغه؟ ايه بلغه ده؟ اسمها اسمها ايه؟ لا بلغه دي حاجه بتلبس في الرجل، لايك شب شب وبقاب، يو نو وبقاب. او ماي جاد، جوني ده يعني كده بيشتمها؟ بيشتمها ايه ده؟ كده بيدلعها. طريقه جديده للدلع، مش عاطله الفكره. انسي الموضوع ده، هبقى فاهمه لك بكره. المهم دلوقتي لازم تطلعي تنامي عشان بكره الصبح تصحي فريش. طيب فهمنا، بس انه هلا ما خبرتني، بدي اعرف سكادجول كله لحد نهار الحفله. اوكي. بروجرام النهارده هتاخدي راحه عشان اكيد انت تعبانه من المشوار. بكره الصبح هنروح المسرح اللي هيتعمل عليه الكونسرت عشان لو ليكي اي كومنتس تتعمل. خلاص كده كمان روجي يجي وتتفقوا كده تظبطوا الحاجات اللي انتوا عاوزينها مع بعض. اوكي. بعد كده هنعمل لايك اورينتال لانش، بعديها هنعمل تور في القريه عشان تتعرفي على. ايوه الشبكه واقعه واقعه خالص. بوه انتدك جابت هنا. السلام عليكم. اهلا جوني. مين هيدا الزلمه؟ هيدا الزلمه للاسف خيي. خيك؟ وليش هو منه العمده؟ شكله كتير حمش. بليز كمل. بالليل. ايوه يا حامد يا ابو قلب جامد. ايوه. تفين يا عمي، مش تبقى تيجي؟ احنا قاعدين وحشنا جو جو جو. مسكوك كفاره. باه الو. ايوه. كمل كمل. بالليل هنروح الساقيه. بصي المنظر من هناك هيبقى بجد اميزنج. هناك ممكن ناخد. انت فين يا جحش؟ امر جنابك، انا هنا يا كبير. لا ده كده استهبال بقى. لو سمحت يا كبير خليك في نصك. نصي؟ داني افلكك نصين يا هتير انت وعلقك في الذبيحه. وده لا مؤاخذه شغلتي. يا منوره ونورك ملعلط. ميرسي يا قلبي كلك ذوق. غريب بس كتير مهضوم. ده حيوان قوي 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 عن جد بعقد. يا كبير صباح الخير. صباح الكنافه بالقشطه اللي عم تنقط عصلك دي. بقول لك ايه، ما تاجي تعلمنا قوس؟ ده احنا هنقوس ونقوس ونقوس. شو حميش نازله؟ استنيكول استنيكول، صباح الفل يا استنيكول. بوجور، كيفي؟ الحمد لله. على فين الصبح بدري كده؟ كنت طالعه شم شويه هواء. قولي لي في شيء؟ لا انا كنت بطمن يعني تكوني عايزه حاجه كده ولا كده. لا مرتي حبيبتي، بس عوز شيء رح لك. طب انا كنت عايزه اسالك سؤال. اسالي. ايه احساسك وانت واقفه قدام الاستاذ عادل امام؟ كان بيشبه احساسك انت واقفه قدامي هلا. طب سؤال صغير كمان. قول. هو شعرك اصفر كده طبيعي ولا انت حاطه له حاجه؟ هي سر المهنه. طب معلش اصل زي ما انت شايفه كده انا شعري مجعد ونفسي اسبسبه زيك كده، بتعمليه كيف؟ حبكت هلا هديه بعدين بقول لك. بعدين ماشي.
بونجورك يا كبير. اهلا 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 اهلا. كيفك اليوم؟ منيح. قولي لي، عرفتي تنعسي ولا الناموس يعملها معاكي؟ لا ما تخاف، عملت حسابي. ليك قلي، انت هيك معود طوعك اليوم تضرب نار؟ امال لما يكون بالي رايق اضرب لي قد 600 700 عيار قداح على خيار الريق. دخيلها ضمتك انا. طب ليك في جريب؟ فيكي طبعا، بس انا خايف عليكي، اصلا تقيله قوي. لا ما تخاف علي، ولا انت بخلة؟ احنا بخلة، ده احنا اهل كرم كله، بس يعني انا خايف تعوري حد كده ولا كده ولا تعوري فداكي يا زلبي. اف لك شو تقيلة؟ ما قلت لك. شوفك تذكري لمؤاخذة الدبسة في كتفك كده هيك هيك وتاخدي نفس عميق هيك هيك وتحطي سن طرف نملة الدبانة تحت أسفل منتصف الهدف. عنك أنت يا كبير. بسم الله الرحمن الرحيم. تعال يا حبيبتي علمك أنا ما يعلم الحرمة اللي حرمة زيها. هاتي. بوجور. حط السلاح قده يا زلبيه وبعدين تنشني بعينيك الحلوين دول وتضرب بصباعك الطريده هيك؟ هيك يا أختي. يوه أنا زهقت من الأكل ده. إيه ده؟ على فكرة أنا تعبت جدا عشان أعرف يور فيفر. أنا باكل من الأكل ده كل يوم، إنما أنا هنا جاية الصعيد فنفسي أكل الأكل بتاعكو، يعني شوية فول، جبنة، فطير مشلتت. هات الفطير المشلتت يا بنت. على فكرة الأكل الصعيدي كله دسم وفاتس وبيجيب جناب. وفيها إيه؟ مش هما بياكلوا منه؟ هات الفول المدمس. أنا هروح أكل معاهم. بلاش بلاش، هيحرجك وهيطرد يبقى شكلك وحش. وأنت مالك يا فزاع الجحش؟ بتخلي الناس على راحتها يا أخي. يا دي الهم، هو أنا عتبت نواحيهم واصل؟ أستأذن أنا. طب بليز بسرعة، يعني نقنق إيه؟ بقولك يا كبير، ممكن أفطر معاكو؟ ده أنت تأنسي وتنوري. طباب. إيه ده؟ مفتجي. شو هاي؟ مين ديش عندينا؟ وده يبقى المين مش؟ تاني واحدة، تاني واحدة. دوقي. هم. كتير حار. يعني زينة ولا عفشة؟ يعني كتير سبايسي. يعني زينة ولا عفشة؟ طيب منيحة. بالسم الهاري. تعطيني بعد خبر؟ اتفضل يا حبيبتي. مرسي. اي هو يا هدي هو يا هدي، في حاجه دخلت جواني. اسم الله عليكي، انفخلي فيها انفخلي فيها. اسم الله عليكي، اجيب حكيم. حكيم يهدي، اوعك ده. تعالي يا حبيبتي انفخها لك انا. عم اهلك بس. ها على مهلك يا بنت تلبصيلها عينيها. ليه قاعد لوحدك؟ قلقت وانا نايم، قلت اطلع البلكونة اضرب لي حجرية. طب بدك فلو اتركك قاعد لحالك؟ قصدي يعني امشي واسيبك قاعد لوحدك؟ تمشي تمشي، ده انا ابعت اجيب عسل وبسبوسة وكنافة وزلبي. دخيلك مش قادر، ده انا من ساعة ما جيت وعمالة اكل واشرب لحد ما حسيت ان انا تخنت. تخنتي؟ تخنتي ايه؟ ده انت زي لهطة القشطة ولسه كمان لما تدخلي اكتر واكتر. ليك يا كبير، ما قلت لي شو بتشتغل؟ عندي طين وبرعية. شو هاي؟ عندي طين. مش هتفهميها انت. طين دي يعني ارض، عم بزرع ارض واقلع فيها وتاجر في المحصول. ما دوم. طب ليك خبرني. حكيني شوي عن حالك، هيك شو بتعمل بالويك اند؟ شو كيف بتحب تقضي وقت فراغك؟ يعني ما فيش حاجة محددة يعني. ما بتلعب رياضة؟ لا
لا الرياضه دي كانت زمان يعني، واحنا صغيرين كنا بنغرقوا كلاب في الترعه وبالليل نصيدوا عقارب، ولما كبرت شوي بقيت بلعب كونغ فو. طب ليك تسمع موسيقى؟ وفي حد يعني ما يسمعش مزيكا؟ ده غذاء الروح. دخيل روحك. انا ليك لمين بتحب تسمع؟ بسمع الست والاستاذ محمد رشدي ومايكل جاكسون لحد شريط دينجرس، والجداد دلوك الاستاذ عباس حموده ومحمد ابو لمونه وعلي جرموني وجاستن تمبرليك. طب وانا ما بتسمع لي؟ كيف يعني؟ ده انا طبعك ده واحبك ده، ومن الاخر ما فيش اطعم منك ده. الغناوه دي اثرت فيا خالص. كيف يعني اثرت فيك؟ يعني عملت في نفسيتي شرخ، وشرخ عميق. شرخ؟ انه ما فهمت يعني حبيتها ولا ما حبيتها؟ حبيتها قوي. عن جد انا انبسطت اني شفتك يا كبير. شفتيني انا؟ واحنا انبسطنا قوي 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 انك شرفتينا وشفناكي لايف. ميرسي. يا كبير هذا من الملذات، لازم نقوم دلوك. طب في اشرب من ارجيلتك؟ يا ريتني ارجيلي. عامل لك فسحه جامده جدي، هنتفرج على كل الايجيبشن بيتس، الحمامير، الفرخات، البطاط، كل الايجيبشن بيتس. يا صباح القشطه. يا صباح العسل يا كبير. اللي هذا الحنطور تبعك؟ ايوه، بس ممكن يبقى بتاعنا احنا التانيين، ما تقدري تاخدي لفه. عن جد عم تحكي؟ ايه ما ينفعش ما ينفعش، احنا عندنا حاجات هنعملها النهارده، هركبك اللي انت عايزاه يلا. لا ينفع فيها ايه؟ يلا ما بتاخر عليكم، باي. يلا. بونجور. بونجورين. لايف از لايف. لي 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 لي. بردك لايف. لي لي. امشي يا نم. على فكرة بقى، هما ثلاث دقايق بالظبط، ولو ما رجعتش أنا همشي. دي قلة أدب. لا ريلي ريلي قلة أدب. كل ده بياخدوا لفة؟ ليه بيلفوا إيه؟ طيب. بيلفوا إيه؟ معلش خلاص بقى، أنا مال أنا جوني. جوني زي ما بيقولوا هنا الغايب حجته معاه. ده كلام فاضي، أنت بتقول أي كلام، يعني إيه؟ يعني إيه؟ زي مسير الحي يتلاقى، ما اكيد هيتلاقوا، ايه اللي بتقوله ده؟ جوني انا قصدي يعني نستنى شويه. استنى، استنى. انا خلاص، رجلي خلاص. لا وانا مش قادر اصدق، انا جوني بيكهام العرب اللي اي بنت في الكون تتمنى تقول لي كلمتين وانا اللي بنفض وما بديش فيس اساسا، يتنفض لي؟ ما يصحش. انا يتنفض لي؟ ما ينفعش، بس يعني انا جوه. نستنى شويه. جوه. ما شفتوش الكبير يا جماعة؟ ما شفناهوش؟ شفناه من 7 ساعات بره، خد نيكول على الكارت لفه ومن ساعتها اختفوا. لحالهم؟ لا كان معاهم حصان ابيض. واضح انهم ارتاحوا لبعض قوي. رح لما تنفخهم. علشان احنا مع بعضينا والاول. يا حلاوتكم، ما لسه بدري يا كبير، داير تتصلح لي انت والسنيوره لنصاص الليالي؟ لمي نفسك يا هديه، انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ ايوه نسيت نفسي. ما هو لما تاجي العيوقة دي وتلف عليك عشان تخطفك مني يبقى لازم انسى نفسي. جريح دي يا فيقي، ما تهدي شوية. اقفلي خشمك. بقول لك ايه؟ بس ما عاوزش كنت الحديد جزر وقطع ما تحش. الكاوبوي دي هتبقى مرتي. خلاص بقى هدايا، بطلي عياط. كمان بليز. هي دي اخرتها يتجوز علي بعد كل اللي عملته معاه؟ هي دي اخرة خدمتي ليه؟ والله يا هدية الكبير معذور برضه. جوني بتقول ايه؟ سوري سوري. هي هدية دي كانت مخلياه عايز حاجة. انا والله مش قصدي هدية، انا قصدي التشيك الثانية. قصدك ايه يا جوني؟ خلاص I'll zip my mouth. Good for you. انا خابرة انها حلوة وغندورة وتلوح عليها راجل، بس مش هي دي المشكلة. انا مشكلتي اني لسه بحبه ومستحملش اشوف حد مشاركني فيه. بجد انت سو كيوت يا هديه. ربنا يستر عرضك. بقول لك ايه، لو ما كانش فيها رزاله يعني ممكن اقعد احداكي لحد الصبح
عشان ما ينفعش اروح دار ابوي دلوق في نصاص الليالي كده. Are you crazy؟ هتروحي to your dad تعملي عنده ايه اصلا؟ ممكن تفهميني؟ امال يعني اقعد هنا وشي في وشي اللي ما تتسماه شيء؟ ايوه طبعا تقعدي تقعدي وترخمي وتغتتي لحد ما تطفشيها او تزهقي كبير. لا انا ما اقعدش ابدا وليه ضره في البيت. لا يا هدية، الست الشاطرة هي اللي تخلي جوزها قاعد جنبها، مش تخلي اي واحدة كده تيجي تاخده من جنبها وتمشي. ماشي. هي 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 بالراحة، راحة فين؟ هرخم وغتت لحد ما اطفش العقربة دي. اشلي نايس قوي اللي انت قلتيه الهدية ده، انا عمري ما كنت اتصور انك ممكن تفكري بالطريقة دي. ما انا كان لازم اقولها كده يا جماعة، ما انتوا عارفين ما بعرفش انام وحد جنبي. مساء الخير يا كبير. مساء الشيكليطة. انت الجلابية هتاكل منك حتى. ميرسي. تفضلي. ميرسي. تسلم يدك. كل دي يا كبير، هتعجبك قوي. الكبير ما بيحبش الصدر، الكبير بيحب الورك. الورك برضك يعني حلو يعني. ما انتوا عملتوش رقاق النهارده ولا ايه؟ ما هو قدامك اهو يا كبير. لا يا كبير ما تاكلش من دي، دي كلها كوليسترول وممكن تضر بصحتك. ما هو بياكل منه طول عمره وزي الحصان قدامك اهو. كل يا كبير، بلا كوليسترول بلا هم. مساء الخير. مساء الربراب على نفوخك. ايه اللي جابه ده؟ مساء النور يا سيجوني. نيكول جاهزة؟ الحفلة خلاص قربت. حفلة ايه يا حلتها؟ انت عاوز مرة اخوك تغني ولا ايه؟ يعني ايه؟ في اتفاق مدين كونتراكت. الكونترات وديه تبله وتمسح به لمؤاخذة قفاك. ولا انت ايه قولك؟ اللي تشوفه يا كبير. كام داون جوني، العصبية مش كويسة عشانك. ما تهدى بقى، خلينا نعرف نفكر كويس. هنعمل ايه؟ ما تقلقش يا معلم، الحفلة هتتعامل في ميعادها. هاو كام؟ الكبير مسيطر عليها جدي، والغريب ان انا ماشي ورا كلامه. جوني احنا ماضيين عقد، يعني في شرط جزائي ومحاكم وقضايا. بقولك ايه؟ انا هكلم مدير اعمالها عشان يتصرف معاها، ملناش فيه بقى. الحفله هتتعمل في ميعادها يعني هتتعمل في ميعادها. كنت عايز تدردش معايا في ايه بقى يا طبيب؟ كنت عايز اسالك انت ليه اتضايقت لما عرفت ان حنان هتشتغل معاك. They always seem really great because there's never. ونبقى في الصين حيث احتفل السكان في مناطق مختلفة بعيد ايه الدلع ده؟ فشار جبتيه منين ده؟ ده احنا ما بنشوفوش غير في الموالد، هو واللذيذ ده. شو يعني لذيذ؟ دي حلويات صعيدية عندنا هنا، لونها برتقاني وقد قالب طوبة كده، تندقيها تلزق في سقف البق. بجيب لك منين؟ ما فهمت شيء، بسيطة. جبت لك معي فيلم كتير حلو نتفرج عليه سوا. فيلم ايه ده؟ هيدا فيلم رومانسي اسمه سويت نوفمبر، شفته قبل؟ ده بتاع سيلفستر ستالوني. لك لا شو سيلفستر، هذا اللي كيانو ريفز وشارليز ثيرون. كيانو ريفز ده بتاع ماتريكس، والفيلم ده حلو على كده. حلو بس اخره حزين شوي. اموت في الحزن، اديني في الحزن. All I ever wanna know. شكلنا مش هنقعد براحتنا في الدوار النهارده. بكره الصبح اول ما نصحى من النوم هفسحك فسيحة زينة قوي، هنطلع من اول النهار ما نعودوش الا اخره. انا بدخلها الشوارب انا. ايه هتقعدوا تتودودوا كده الليل كله؟ يلا اطلعوا على فوق عندنا شغل كتير. ما تتودودش عم بظبط. يا حبيبي اهدى علينا شوي، لشو كل العصبيه؟ روجيه انت مش مقدر حجم المشكله. انا بقيت النيو عمده، ما ينفعش اول حاجه اوعد بيها اهل الكونتري بتاعتي تفكس كده.
ده غير ان احنا عملنا ساوند سيستم وعزمنا اهل البلد كلهم. شوف لي اي حل تاني غير ان الحكايه دي تفكس. شوف لي اي حل. لك خي روق روق. يعني ايه؟ يعني الصبيه ما بدها تغني يا خي، اعتبرها تعبانه مرضانه اي شيء. مرضانه ازاي؟ ما هي قاعده زي القرده قدامك اهي. خلي بالك احنا ماضيين عقد، والعقد فيه شرط جزائي، لو الحفله ما اتعملتش هتدفعوا الشرط الجزائي. شرط جزائي شو حبيبي؟ كنتراتو جايبي ما في شيء. معقولة يا روزي ما شربتش حاجة لغاية دلوقتي؟ أو ما أجيب لك بقى حاجة في الصالة. إيه ده؟ إيه؟ تصدق فعلاً ما فيهوش شرط جزائي؟ أنت هتستعبط يلا؟ أنت عايز تقول إنك مضيت العقد من غير ما تقراه؟ ما هو ما في شرط جزائي، الصبية جاي تغني كومبليمون، يعني من غير مصاري. وما بدها تغني. غني لك أنا؟ أوفو 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 أوفو. ما حلو؟ حلو حلو. شوف لي حل في موضوع نيكول بقى. اخي حل من وين؟ شو اعمل حل؟ اقول لك شيء بطلع برقص. يا عم انت ليه حاشر نفسك في الموضوع؟ انت فاكر نفسك في ستار اكاديمي هنا؟ فوق يا روجيه فوق. نيكول لو اتجوزت الجحش ده احلامك في الرقص والغنى هتطير. هتشتغل اوراداتي. اشوفك بقى في ناشونال جيوغرافيك. وانبريك ماي هارت سي يو لاف مي اجيت وانبريك. واه 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 واه، فين الخلقات؟ يا هدية. ايه فين الخلقات؟ في الغسيل. كل الخلقات؟ كلها في الغسيل. ليه؟ اصلي لقيت عتة في الدولاب. وحتنشف ميتة العتة؟ الخلقات يا كوميديا. قدامك البكرة الصبح يا من يعيش. امشي نجري هاتي لي اي جلابيه ولا اي ربراب البسه. ما فيش. واه يعني عزالي تدل الدوارك ده كيف رقاص البلية؟ خلقاتك كلها يا على الحبل يا في الغساله. قد قلبي العته في الدولاب عن هزره خميره عقلنا. ايه ده؟ ايه اللي ملبسك كده يا كبير؟ قصدك ايه اللي مقلعني؟ البت هديه الله يجازيها غسلت كل الخلقات. يعني ايه؟ طب وهتنزل بايه وانت خارج؟ والله ما باينش فيها نزول النهارده. لا بقى، انت وعدتني ان احنا هنخرج. والله على عيني على عيني. بس اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ انا عندي فكره. ايه رايك لو تستلف هدوم من اخوك جوني؟ باه استحاله. ده انا اتدرس في البلد، ده انا عندي البس غازية وامسك صداع تحسن لي. ليه يعني؟ انا مش فاهم. ده حتى جوني لبسه ستايلش جدا. بتسمي لبس الخنافس ده ستايلش؟ مالها الجلابية؟ الواحد من يوم ما انسلت من بطن امه وهو لابس جلابية تديك هيبة. يعني ايه؟ عايز تفهمني ان احنا يوم خطوبتنا هتلبس جلابية؟ لا طبعا. انا هلبس فوقيها عباية صوف انجليزي معتبرة. جلابية ايه ولا عباية ايه بس؟ طبعا مش هينفع. انت مش عارف ان اليوم ده هيبقى مليان صحفيين ونجوم؟ دي صورنا هتنزل في كل الجرايد. انت هتلبس بدله وبراند كمان. لا بدلتي ما تعودتش عليك ده. طب ولو قلت لك عشان خاطر ايه؟ عشان خاطري يعني. داني عشان خاطرك البس مليون. بجد يا كبير؟ ما كنتش عارف ان انا خاطري عندك كبير قوي كده. ده مش خاطرك بس اللي كبير، ده كمان ايه يا كبير اللي مقعدك في السكه كده بغياراتك الداخليه؟ البجاحه ايه اللي مقعداني هنا وكده؟ شوفي انا هروح ادعبس في الخلقات، اول ما القى حاجه نشفت هلبسها وديلك طوالي. وين ميريك ماي هارت سي يو لاف مي اجيت وين ميريك ماي هارت سي يو لاف مي اجيت. خلاص محدش هيحترمني في الكونتري دي تاني خالص. اقول لهم ايه؟ اقول لهم عملت لكم حفله بمناسبه ان بقيت النيو عمده والمطربه حلقت لي. فعلا يا جوني منظرك بقى زباله. يا ريتني كنت جبت إلتون جون ولا جاي زي. خلاص بقى يا جوني اللي حصل حصل. خلينا دلوقتي نفكر هنقول ايه لاهل البلد. طب ما تيجي نصالحهم نعزمهم على مارشميلو دوناتس اي سويتس. اهل البلد مقدور عليهم، المشكله في الناس التانيين. ناس تانيين؟
الناس اللي حوالين البلدان اللي حوالينا. يعني ايه مش فاهم انت عملت ايه يا توماس؟ معلم انا ما عملتش اي حاجه، انا عزمت اهل البلد وطبعت كام تذكره كده بعتهم لاربع بلدان حوالينا. سن اوف او ماي جاد. ما يظن انا ما كنتش اعرف، يعني انا كنت ايش عرفني انها هتروح تتجوز الكبير وتحبه وتغلنا الحفل. بليز ما تعملش حاجه تانية غير ما ترجع لي. اوكي جات لي بقى حاجه. شرع يا بنت يا هديه. ايه عاوزك تعملي لي فنجان قهوه زين وش تقيل ما يتشالش الا بسكينه معجون. ماشي. انا مين؟ يا لهوه بالي. هو الصوت الحلو ده اللي حنين ده يبقى صوت مين يعني؟ فزاع الجحش ولا عم جابر؟ اكيد صوت ست الحسن والجمال. طب بص بقى، زي ما انا دورت عليك ولقيتك عايزاك انت كمان تدور عليا وتلاقيني. غمايه يعني؟ شو يعني؟ عسكر وحراميه. مش فاهمه. اقول لها ايه دي؟ هيدا نسيك. ايوه. أنا فين؟ أنا هنا أنا هنا. أقفشك. لا لا أقفشك كمان. ما تقدرش. هنا 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 هنا. هتروحي مني فين؟ تعالى بس. أنا ما وريش حاجة غيرك. أنا هنا يا كبير. يا كبير بلا صغير. تعالى قفشتك. قفشتك. القهوة يا كبير. ما تشيل اللي انت حطه على عينيك ده. صدقك ده احسن. بدل اللي اجلسيه وصلت يا كبير. عن جد عم تحكي؟ فرجيني فرجيني. وريني اللي قماشك ده. امر جلال. لمين البدله دي؟ دي للكبير عشان يوم خطوبتنا. فرجيني لك شو حلو. يا دي الهاله. هتلبس بدله؟ امال هلبس بوكسر. لا هو لسه يا ما حنشوفه كمان. امسكي هات. غرب الوش السعادة. قصدك ايه يا بت؟ قصدي ان السنيوره دي مغمياك وسايقاك وراها لحد ما تكنفلك على وشك. انت اتجنيتي يا هديه؟ ما انت ما شايفش الا لما تعمله يا كبير. انت مالك اعمل ايه؟ ولا عشان سكت لك هتسوقي فيها؟ فوقي يا هديه واسمعيني زين. عاوزه تقعدي هنا بكرامتك ما اسمعش حسك واصل. ولو فتحتي خشمك هاكلك الجزمه القديمه. يا ست الناس يعني خلاص ما فيش فايدة؟ طيب راجعي نفسك. خذ يا فزع الشريط ده اديه للكبير لما يصحى وروح انت على العربية وانا جاي وراك. امن جنابك.
هدية هدية انت رايحة فين يا هدية؟ وايش الشنطة دي؟ ماشية وسايبهولك، اشبعي بيه، عجبك قوي يا اختي. انت لسه ما تعرفيش حاجة عن الكبير، انت سمعتيه وهو بيشخر كأنك نايمة وجنبك وابور زلط. انت حتى تخافي تمسكي شراب من شراباته بعد ما يقلح. طب جربي كده تعملي حاجة غلط وانت تلقي كف ينزل على وشك الجميل ده يعمل لك نيو لوك، ولا اجدعها دكتور تجميل يعدل وشك تاني، ولا حتى المقاولين العرب يعرفوا يعدلوه. وانا عن نفسي سايبهولك، ما هو قالوا لنا زمان الراجل اللي يخون شدي عليه السفون. ست هدية ست الناس، هملت لك الدار وسابت لك الأمانة دي. اهدي شريط يا كبير، اخف من وش يا غبي. عزيزي الكبير، عندما تستمع إلى هذه الرسالة سأكون أنا في الميكروباص في طريقي إلى دار أبوي. أما بخصوص موضوع جوازك من السنيورة، فأنا أتمنى من كل قلبي لراجلي اللي كان جوزي إنها تطربق على دماغك ودماغها. روح، أنا فيتك للغزية تسلت منك هيبتك وتقلعك الجلبية وتلبسك المنطلون والقميص وتخليك تسبسب شعرك وتعمل قصة، ولا انت اصلا ما عندك شعر وتبقى جوز الست. نيكول، انا يعني كنت عايز اقول لك على حاجة. بصراحة انا كمان ما بدي اقول لك شيء. يبقى قولي انت الاول، ليديز فيرست معروفة. ما بعرف شو بدي اشرح لك اياها، بس لقيت انه ما راح اعرف اتكيف على الحياة هون. عندك حق، بلدنا حر على الاخر. انا عملت حسابي، بعدت جبت تكييف 4 حصان. انت مش فاهم قصدي، انا قصدي اقول ان انا مش هعرف اعيش في البلد هنا، وبصراحه ما اقدرش اخد راجل من مراته. وانا كمان ما اقدرش اخد راجل من مراته، اقصد اقول ما اقدرش اسيب هديه. هي صحيح جاموسه بس بنت حلال وعشره عمر. معلش يا كبير، اللي عملته هديه ده عشان بتحبك انت. طيبه قوي يا نيكول، يعني بتدافع عنيها بعد كل اللي عملته معاكي. صدقني ده طبيعي، أنا لو كنت مكانها أو أي ست في الدنيا كانت مكانها كانت برضو هتعمل كده وأكتر كمان. تعرفي اليومين اللي عشناهم سوا دول مش ممكن أنساهم. وأنا كمان أثروا فيا قوي. كنت عايزة بس أستأذنك إن أنا أغني في الحفلة، حرام يعني الناس اللي إحنا وعدناهم. ليه؟ Do it. وادو. يلا بقى. خلي بالك على نفسك، ها؟ اوكي. نيكول. ممكن طلب صغير قد كده؟ تعالي يا هدية. خش. شوف جبت لك مين. نورتي بيتك يا هدية. كده تفوتيني الحالة في الدار، ما انت عارفة اني ما اقدرش اعيش من غيرك. انت اللي فوتني الاول. خلاص بقى يا هدية،
ما انا قلت لك انه كان متضايق من اللي عمله معاكي، بعدين هو اللي بعتني اجيبك عشان يصالحك. مهدي ما تبقيش غادي تمال، ما نتعاتب قدام الناس ولا ايه؟ ما تاجي ما تاجي نتعاتب فوق، ها نقفل الباب علينا في الاوضه لوحدينا ونتعاتب. ماشي اهو كده بقى انا اطمنت ان انتوا رجعتوا لبعض. يلا يا هدايا خدي جوزك وطلعي فوق. انا متشكره قوي يعني كول تقوليش كده. وانا متشكر قوي اللي يكون. يلا 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 يا بقرة. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. مش يلا مش يلا نجهز الحفلة، فاضل لها 3 ساعات. مظبوط هطلع اجهز حالا. نيكول استني، منيح انك موجودة عشان تعرف شو عم بيصير من ورا ظهرك. خير شو في؟ انا ماشي بالسيارة لقيت الاستاذ بيبيع تذاكر واحنا عاملين الحفلة كومبليمون. انت انت بتسرقني؟ انت ما طلعتش اهبل، انت طلعت مخادع. لا انا اهبل. انت نمس اهبل. انت انت هدرس، انت تعمل كده ليه؟ معلش يا جماعة سوري، الغلطة دي عندنا احنا. انا هتصرف معاك يا حيوان. انا اللي هتصرف معاه، انا راح احبس. لا والله العظيم انا ما عملت حاجه. ده سي توماس، سي توماس هو اللي اداني التذاكر، وده اللي سيدوني بيسلم عليك وبيدلك بيع دول. الكلام ده حقيقي يا توماس؟ او ماي جاد حقيقي الكلام ده؟ ايوه حقيقي. او ماي جاد ليه ليه ليه؟ انت ترجع بلدك حالا. انا اللي هرجع بلدي وحالا. نو 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 بليز بليز نيكول، دي اول حاجه اعملها بعد ما بقيت نيو عمده. بجد شكلي هيبقى سيس جدي. مش مشكلتي، انا وافقت اعمل الحفله دي عشان انا بحب مصر ونفسي اغني في الصعيد، انما انت ما تضحكش عليا. روجي عيوني قول للعالم يدب غراضه لانه هلا انا بدي اسافر. نيكول او ماي جاد لعب عيلته ولا ايه؟ لعلمك بقى انا عندي فكره ممكن تخلص الموضوع ده كله في مينت. جوني اشلي حتى انت هدرس واي فاي كيف يعني؟ اسبوع واحد حال البلد كلها تتشقلب فيه؟ انا ما مصدقش. لا وايه؟ ده فتح سايبر يا وقع مربربه. هذه الحاجات اللي هتعقطها علينا امريكا. حاجات ايه يا كبير؟ ده محل بتاع نت، يعني شات تلقي، داونلود تلقي، فيسبوك تلقي، لعبه تلقي. لعبت عليك بطنك يا بعيده. هي الناس ناقصه لعب ولا ايه؟ ما ناس ملقحه على القهاوي طول اليوم هتلعب كشتينه وضمنه وبرغوته، وانت مالك انت مال الحاجات دي؟ ايه اللي مفرحك ده؟ يعني البلد كلها تبقى على النت وشمعنا احنا لا؟ البلد كلها تكوم ودوار العمده دوار الكبير كوم تاني. تعالي يا حبيبتي تعالي جاري هنا تعالي. ايه انا قلت نت ايه؟ مفيش نت. قلت نت ايه؟ مفيش نت والله. صح نت في المزاريطة؟ لا والله دي حرام. جزرة وقطمها جحش. يا ساتر. السلام عليكم. هي هي الشاشة are you crazy؟ أمر اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي. هو دي النت؟ yeah. على كده الساعة بكام عنديكم؟ just one جنيه. جنيه؟ يا بلاش. طب حس كده اديني ساعة نجربها. اوكي توماس يا جهزت 3. اوكي يا كم فروم هير؟ كم يا بس جوني. ايه خير؟ ايه تعرف تشغل النت ده؟ اه كنا عملها معاك. ايوه بسيطة هيشتغل بده؟ ايه ثانية واحدة. هاي واتس جوين اون براذر؟ ايه المشكلة؟ مشكلتي انتوا تضحكوا علينا ولا ايه؟ ميتة وأني قاعد على الجهاز، الساعة قربت تخلص، النت بتاعك ده ما بيجيش. ما بيجيش طبعا، هو اوريدي على الجهاز. بص دوس على دي. اها اها ده انت في البوستيري خالص. طب بص ركز معايا، ده اسمه ماوس. ايوه فار. ايوه بص بصبعك ده دوس عليه كده. بص اهو. ايوه فوالا. ايوه ايوه هعمل ايه بقى؟
بص بص ركز معايا كويس، اعمل زي ما بعمل. ها بس تفرفش كده بقى ليك اكاونت على الفيسبوك. انت بتتكلم بجد يا سجوني؟ يعني اني دلوق عندي اكونتي على الفيسبوك؟ هني نجحت نجحت. انت بتقفور ليه كده؟ احنا اتنين اللي عملنا اكاونت على الفيسبوك، مش خدنا كاس العالم. طيب الخطوه اللي جايه هنعمل ايه؟ كل الافوره دي وهنعمل ايه؟ هتتنقل تحط الصوره ليك وتكلم الناس كلها من كل انحاء العالم، يبقوا اصحابك تشوفهم صوت وصوره وتتكلموا مع بعض. ايه ده؟ رجاله ونسوين؟ سو ويرد. رجاله وستات يا حبيبي يا نت. بس في مشكله، انا ما عنديش صوره، ممكن تصورني؟ يلا شور. ده ما فيش فيه كاميرا. ما كل الناس بتتصور بيه. يلا ابتسم. ايه الوش ده؟ لا فيسبوك يعني تعمل كده. ايوه ايوه ده الفيسبوك. ايوه حبيبتي يا جولي، حبيبتي بحبك يا جولي، بحبك. سلاطين زبون كبير قوي عندنا، عايزين نكرمه. الراجل ده اول مره يجي معاك، هنعمل معاه الصح. خدهم على جهاز 5 و6 وخد صورهم بالموبايل، كل واحد صوره ببلاش للبروفايل بتاع الفيسبوك، ما تاخدش فلوس. اللي هي لا، بس في حاجه لازم نعمل كده فيها. بصوا يا جماعه ازاي جو. ايوه يا جوني يا عمدة الانترنت. تشافي Μέση. Πάει να μπει και του αφήσανε λίγο χώρο. Έφτασε μέχρι σχεδόν τη γραμμή. Πάει να πίσω τη ευκαιρία το 1-0 για την Μπαρσελόνα. Είναι η Μπαρσελόνα με τον Πέδρο που πετυχαίνει το πρώτο γκολ σε αυτό το ημιτελικό. Και όλα ξεκίνησαν από το ότι είδε χώρο ο Μάξουελ. Του άφησαν δευτερόλεπτα. الكبير يا دي النور يا دي الهنا يا دي النور يا دي الهنا. اتفضل يا كبير اتفضل. اجيب لك ايه؟ ايه الزيطه دي يا دي زويل؟ مين من يلعب مع مين؟ البارسا والانتر. كير اصل احنا عقبال عندك يا كبير، جبنا الدارين بوكس. ايوه جاي. صباح الخير يا كبير. صباح الزفت يا دبر النحس. معمل الارض لما تلعب. انا بتشات يا كبير، ما تاجي خد لفه معاي. لفت عليك عقربه يا بعيد جابت اجلك. ايه يا رجال بقيت اقولكم نتيتة؟ كملتوا الارض والاشغال ومشيتوا على كلام الفاضي بتاع سجوني دي. طيب وعز الجلال الله انت خمام، انا نشك 3 مرات ولا الطلق بتاعك بيخلص ولا الجندي بيموت ولستكسر سليم. بس انت بس تعبان قوي. مين ده اللي تعبان؟ اللي حجيلكم بالليل وادمركم. شوف والليل ده بعيد. يا فرحة أمك بيه. منور يا كبير. يا ريتك جاب الدكر بط أحسن وكمان خسران واخد على قفاك. لا يا كبير مش خسران، أنا خسرت جولة لكن لسه المعركة ما خلصتش. جاتك النيلة، خد يا التعقول. خير يا كبير أم الجناب. إيه وأهل البلد كلاتهم بيقولوا نتيتي. أمال إيه يا كبير، ده حتى الحريم بيقول ياجع المزاريطة دوت كوم اللي عاملها لهم جوني بيه. بيه إيه يا بو؟ قصدي إن هو عامل لهم 2 الصبحية للحريم وقريب قوي هيفتتح ركن العائلات. ايه النت دي اللي دايلنا على قرع عايمة دي؟ ان شاء الله تكون فرحان ومبسوط يا ود ابوي. قوي قوي. ثانكس برو على السؤال. اتفضل في النص بتاعي. يا ساقع البلد كلها تخرب بالنت بتاعك ده والناس مخها تخن واحنا ما ناقصينش. قصدك مخها كبر؟ برو احنا في 2010 يعني النت بقى من اساسيات الحياه، زي الاكل زي الشرب زي السوشي زي التان. ما طول عمرنا عايشين من غير الزفت ده. الناس كلها هملت زرعها وقلعها وعم تنت دلوك. بالك الكبير قوي لو كان عايش كان طربق النت ده فوق نفوخك. ثانيه واحده، ده انت غلبان جدي. الكبير قوي ملوش علاقه بالنت. داد كان خاربها خاربها خاربها. بوه
حتى الكبير قوي طلع نتيت. نتيت؟ ده كان نتيت وعطيت. بقول لك كان خاربها. برو انت تقريبا الوحيد في الكون كله ملوش علاقة بالنت. الام اليومين دول هو اللي ما يعرفش حاجة عن النت، مش اللي ما بيعرفش يقرأ ويكتب. انت لازم تتعلم الحوار ده وتعلمه لأهل بيتك. انا ممكن اعمل معاك واجب اعلمك كل الحاجات دي ببلاش. اخلص انا الكمبيوتر يخش بيتي ليه؟ بسكويت انا اياك. كبير ما ترميش عصيانك وقاذوراتك في النص بتاعي. نت بيتي في اوضتي وعلى سريري كمان. يا ولد علي قلت ايه عطقي؟ اخر مره يا كبير ما هعملش كده تاني وحياه نص ابوي. قسما عظما يا هديه لو شفت اي نت او لابتوب في البيت لاني مكسر البيت كله على نفوخه. امرك يا كبير امرك. مين؟ سيد سفت. تعالى. حد شافك وانت جاي؟ لا. وطي صوتك. وطي صوتك. ما اسمعش حسك لحد ما ينقفل علينا باب واحد. حاضر يا كبير. انت جيت يا كبير. ايوه جيت. احضر لك العشاء؟ لا لا. واكل واكل. خشي نام انت. طيب. يا كبير. ايوه. عم بتعمل ايه؟ عم بتمرن. طب ما تشاور عقلك يا كبير وتاكل. ده انا عامله لك ملوخيه بالانارب ورز معمر. قلت لك طافح طافح. خشي نامي. طيب. يا كبير احضر لك الحمام. يحضروا كفنك يا بعيده. يحضروا كفنك يا بعيده. فين المخفي ده؟ انت فين يا سوف؟ انا هنا هنا قدامي قدامي. فين فين يا كبير؟ هو انا عملت حاجه غلط لا سمح الله؟ اسمع يا انت اللي هيحصل هنا في الاوضه دي دلوقك لازم يفضل سر بيني وبينك اليوم الدين. لا 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 بس يا جحش انت هتفضحنا. أنا كنت عاوز أتعلم الكمبيوتر على النت على المازنجر والحاجات دي. بس كده؟ بس وجعت قلبي. أقعد أقعد يا كبير دي حاجة بسيطة. أمال إيه الدخلة اللي مطينة الطين دي؟ أقعد أقعد دي حاجة بسيطة قوي. رايح فين يا مخبل؟ أمسك قدامك. أقعد هنا. هو أنا غلطت في حاجة يا كبير لا سمح الله؟ ده كرسي كبير يا هتير. أقعد. علمني. طب امال فين الجهاز اللي هنشتغلوا عليه يا كبير؟ ثانية واحدة. لو ما فيش خالص مش مشكلة. ثانية واحدة. ما فيش مشكلة لو ما فيش. باه 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 باه. ايه الحلاوة دي يا كبير؟ الله. وده ايه؟ جايبه جديد ولا موقع يوزد؟ احنا نهزره سوا. انت مال اهلك؟ ما تشوف شغلك وخلاص. العفو يا كبير العفو. علمني. بسم الله الرحمن الرحيم. يتكون جهاز الكمبيوتر من عدة اجزاء. لوحة المفاتيح ويطلق عليها الكيبورد، الشاشة والفارة ويطلق عليها أيضا الماوس. عند بدء التشغيل يجب الضغط على زر الطاقة أو الباور، وهنا هننتظر لحظات صغيرة إلى أن يبدأ التحميل أو اللودينج. وعندما يبدأ اللودينج ننتظر قليلا إلى أن يشتغل الجهاز ببرامج التحميل نوافذ إكس بي أو الويندوز. فاهم يا كبير؟ يا وجع مربربة. بصوا يا جماعة، انتوا الحراميين وانتوا البوليس الشرطيين. عاوزكوا تقطعوا بعض. عاوز فحت ريل فحت. انجوي. Two enemies left. انقر انقر انقر. ايه يا مخبل انت؟ شايفني فروج يا شمرطه قاعده قدامك؟ لا لا العفو يا كبير، انا قصدي انقر الايقونه.
ولا عارفها كل ده. لا يا كبير انت عارفها كويس، استهدى بالله. فاكر لما قلنا نمسك الماوس ونعمل بيه دبل كليك دبل كليك؟ ها يلا ها. شطور يا شطور يا كبير شطور. شطور يا لما عندكش تمييز كبير المزاريطه يتقال شطوره. يا كبير يا كبير انت عارف كل حاجه لوحدك. بص الاجابه ها هتنط من عينيك وهتفط علي. يلا 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 طلعها يلا يلا. قول لي الماوس رايح فين؟ يلا فاجئني. قول لي الماوس رايح فين؟ اقول لك فين ولا تزعل شيء. مالك يا عم تتلوك في القرموط في المي ليه؟ عم تعملني كيف العيل الصغير؟ اهدى بس يا كبير انا فاهم دماغك صح. انت محتاج معامله خاصه. انت كويس وزين وطيب وياجي منيك، بس فهمك على جدك. صدق وتؤمن بالله انت قليل عليك الجزم. والسكس الليدي 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 يوم عيدو يا رب بارك 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 ويزيدو. خدي يا بوي تضربني بالسكينه يا فواز على البريدج ومن ظهري؟ ما انت اللي لابد لي ورا الجرار وعمال تنشنا واحد ورا التاني يا فتك يا ابو الفطاقه. طب وتضربني بالسكينه ليه؟ بتتمهزك بيا؟ ايوه. ما حداك رشاش، حداك بنادق، حداك فرفر حتى. مش مهم اني قتلتك بيه، المهم اني قتلتك وخلاص. دي كم كام؟ 2-2. لمين؟ تعادل يا بوبي. تعادل يا بوبي؟ طب تحب نطبق ولا نطلع حبايب؟ كلامك ده يا فواز ملهوش غير معنى واحد ومعرفش ايه هو، لكن عامة ماليش انا في الحبايب ولسه في تطبيق. يلا بينا يا اسماعيل. حاسب يا اسماعيل من اللي جاي وراك ده؟ دول بيضربوا من الدهر. اما الدهر يا يوسف انت وحسنين. اضرب القنبله ياد، اضرب القنبله ياد ياد. خيانه خيانه يا رجاله. ماشي يا نجاتي، عامل لي فيها الفتك يا نجاتي. كل عمرك غداري ونادي. غداري انت تغنيني ولا ايه؟ انا كنت ممكن افرج عليك البلد كلها ومرضيتي. يا مين يا ابني انت؟ انت بتعرف بتقول ايه؟ ولا حاجه. الصوت العالي ده ايه؟ الصوت والضوء يا ابني. يا فواز ما تستغنيش يا فواز. ايه يا رجاله؟ حسك هيعلى بدواري كبير قوي ولا ايه؟ والله عالم. رجالة بشنبات عم تتعاركوا عشان جيم كاونتر سترايك؟ طول عمركم حبايب واخوات. ايه انا جاتي نسيت ولا ايه؟ لما الحمار المجنون حضك وطلع يجري من اللي لحقه وطخه وخد لك بتارك مش فواز؟ وانت يا فواز مين اللي جاب لك حفله بوخارست بتاعت مايكل بي اتش اس؟ مين؟ مش نجاتي؟ السكس الليدي 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 يوم عيده يا رب تبارك 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 وتزيده. رست ان بيس كينج اوف بوب. يلا يا نجاتي يلا انا عارفك غلط روح حب على راسي. يلا يا فواز. حقك عليا يا فواز، انا غلطت في حقك وسائل لي اجراني. عارف يا فواز انا لو كنت قتلتك كنت هقعد يومين من غير اكل. ما تقولش كده يا نجاتي، عارف انت لو كنت قتلتني كنت هجيت من البلد. لا فواز نجاتي. يا سلام يا اولاد، انا كنت هزعل قوي لو كنا فضلنا زعلانين من بعضينا. وعلى راي المثل ما محبه الا بعد غباوه. ايوه صح يا نجاتي انت غبي. كل من المدعوق اللي اسمه النت دي من النهارده مفيش نت في المزاريطه. فجوسه وقطمها جحش. ايوه وعلى راي الشاعر ايه اوه لو سالوني. بينا رجاله بينا رجاله. ايه ايه تمن الحاجات فين؟ مين اللي هيدفع؟ يا جماعه المكان اللي اتدمر ايه؟ ميسي ميسي وجون جونا. ميسي يا ميسي يا ميسي يا معلم حسن زطاله في المدقه.
كبير. انا جابر يا كبير. انا نايم يا جابر. نايم. انا نايم. بس دي امر مهم قوي يا كبير. عم قدلالك يا حبيب. موضوع ما يستناش يا كبير. انطر عاد. قلت لك بعدين يا اخي. راجل تبت. تعالوا لي بقى. ده انا حشيلكم الطين. جوماني عاد ما سكتش. قلت لهم الشغل بالمرج عادي ما ينفعنيش. ده احنا لسه ما خلصناش نص المخزن. ولا فاكرين يعني ان انا راجل كبير؟ يعني راجل كبير صح لكن عصب. بلك انت انا السنه اللي فاتت كنت بليز اثر بليز. الرجاله سمعوا البوجين دول قاموا نزلوا على الشغل كيف التراب. جاني حمزة وقال لي حاجة غريبة قوي قوي قوي. ايه حاجة غريبة قوي 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 دي؟ قال لي انهم لقيوا خزنة. خزنة قديمة قوي من ايام المرحوم الكبير قوي. ورثها عن جدود جدود جدوده. ايه ايه وبعدين؟ وهم بينفضوا الخزنة كان عليها تراب ياما. التراب ده دخل في نقاشيشي. قوم ايه؟ عم جابر عم جابر انت عايزني اقطع شراييني ولا اشنق نفسي عشان تستريح؟ ليه؟ بليز بليز قصر. فين الخزنه دي؟ في المخزن. حلو قوي. انت الرجاله يحطوها في اللوبي وانا هجيلك حالا. يحطوها في البوبي. وندرفول. زي ما اتفقنا يا كبير كل اللي هنطلعه من الخزنه دي بالنص ما بيننا. توكلنا على الله. ايه ده؟ بحبك يا كوكي وبوسه كمان الكبير قوي. كوكي دي القيامه قامت يا اولاد. وين كوكي ده اسم بلدي قوي. انا معاكو. بص خلي ده من نصيبك انت يعني ما مش عايزه. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه ده كل دي؟ عقود جواز باسم الكبير قوي. ده عقد باسم سناء عبيد السيد بنت عبيد السيد. ايوه. وده باسم نبويه حامد ابو بكر. ايوه بنت حامد ابو بكر. وده باسم رضا عبد التواب البهنسي. ايوه بنت لتنجس. بنت عبد التواب البهنسي. ما شاء الله. وعرفت كيف؟ سوبر باور. ولسه الله يخرب مطنك يا كبير ما فيش واحده في البلد لما حطيت عليها داد. بابا 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 الكبير قوي مع الشحرورة. الشحرورة تحكي قصة أسرع زواج في حياتها. أجمل 6 ساعات قضيتهم في حياتي. اسمك سيظل محفور في قلبي للأبد. سنظل أصدقاء لن أنساك. حتى الشحرورة ما سلمتش منه. بص هو ما قاليش على الحكاية دي بصراحة. يوردات كنزير يا معلم. اخرس يا توماس الجحش من ده الزيريات الكبير قوي. هو ما يقصدش زير بمعنى زير يعني. هو يقصد يقول انه فلاتي وبتاع نسوان. اخرس يا جحش انت كمان. الله يكشفك يا بوي. اهدى. هيكون ايه يعني؟ ما هو صندوق اهو. ماني عارف يا هتير انت ان صندوق حديد. هنفتحه كيف ده؟ وايه اللي جابه هنا؟ انتوا لقيتوه؟ ايه ده؟ انت تعرف قصته؟ بليز احكي لنا يا عم جابر، بليز احكي لنا. جدكم الكبير خالص لقي الصندوق ده وهو بيفحر علشان يرمي اساس البيت اللي احنا قاعدين فيه ده، ومحدش كان خابر كيف يفتح الصندوق. جربوا كتير وحاولوا كتير لحد ما زهقوا وعرفوا ان الصندوق مش هينفتح غير بحل اللغز اللي مكتوب عليه. ومن ساعتها واحنا ما نسمعش حاجه عن الصندوق. اوكي طيب ما نمشي زي قواعد ما بتقول. مش في لغز على الصندوق؟ ايوه. 8 قطط وبينهم اخطبوط وحلهم في السطح ملطوط. فينك صعل عليه؟ هات يا عم. 8 نقط وبينهم خطوط والحل في السطح موجود مش ملطوط. حارت ودارت فيه الناس بصوا للسطح ونسيوا الأساس. دلول الأساس ما كان السطح موجود. إيه الكلام الغريب ده؟
أنا ما فهمش حاجة. أساس وسطح ونقط وخطوط حاجة مخول. نقط وخطوط، نقط وخطوط. بس أنا فهمت. إيه؟ ده سحر. سحر كيف؟ سحر، ما تعرفش السحر؟ ما عرفش السحر كيف يا ولي. معروفة، الراجل اللي بيطلع الفرودة من تحت باطه ويطلع الأرنب من البرنيطة. لا، مش السحر ده، ده سحر الخطوط. خطوط إيه وكروت إيه يا هتير أنت؟ اللهم احفظنا، اللهم احفظنا. الصندوق ده معمول عليه عمل، وفي جن مقرمط على الصندوق ومكلبش فيه، وعمره ما حيسيبه إلا لما يتفك العمل من عليه، وساعتها يتفتح عادي جدا. انت هتلبسينا ليه يا ولية؟ لأن تلبسه على آخر الليل. الله أكبر، الله أكبر. بعيد بعيد، سمحوه ما يعرفش. حسب على كلامك يا كبير، دول معانا وحوالينا في كل مكان. تقول لي معانا وحوالينا في كل مكان يا ولية؟ حداك كلمة زينة قوليها، ما عندك اسم كتمة. ما فيش غير مولانا الشيخ شديد، هو اللي هيفك اللغز ده. مين الشيخ شديد ده؟ الشيخ شديد ده راجل مبروك. ولا راجل مبروك ولا راجل مزنوق، أنا ما عرفتش نفسي في الحاجات دي. يا كبير ضارة خيارة وقطمة جحش. حارت ودارت فيه الناس، بصوا للسطح ونسوا الأساس، دلول الأساس مكان السطح موجود. لا، الكلام ده ملهوش معنى، الكلام ده تخريف. أنا بقى حاسة إن الحل في الثلاث كلمات المكتوبين باللغة الغريبة دي. اكسكيوز مي، يعني انت عايزه تقولي لي ان الثلاث كلمات دول هيقولوا لنا مفتاح الصندوق فين؟ ايوه طبعا. امال السطرين اللي فاتوا دول كلهم عباره عن ايه؟ ماركه الصندوق؟ لا لا، بص، الثلاث كلمات دول ممكن يكونوا عباره عن يعني جنب باب الشقه، تحت سجاده السفره، الشنطه اللي فوق الدولاب. بالرغم ان الجمله الاخرانيه اللي انت بتقوليها دي اربع كلمات بس، انا فهمتك. طيب سي ان انت صح، معناهم ايه الثلاث كلمات دول؟ بص انا مش عارفه، بس انا هحاول اعمل عليهم سيرش، يمكن اوصل لحاجه. اي جاري في ايه؟ لقيت حل اللغز. بص بقى يا معلم، حل اللغز ده في العلاقه التعمديه بين السطح والاساس. السطح هو سطح البيت ده، والاساس هو ارض البلد. لو ركزتوا معايا هتلاقوا ان في البيت ده في اربع اركان باربع نقط، وفي المزاريطه كلها اربع اركان باربع نقط، يبقى كده المجموع 8 نقط. الثمان نقط دول لو مدينا خطوط مستقيمه بينهم هنلاقيهم الثمان نقط دول هيودونا لثمان اماكن مختلفه. الثمان اماكن مختلفه في البلد دول هيبقوا بينهم خطوط مش متقاطعه مع اي خطوط تانية، لكن لو احنا مدينا خطوط متقاطعه معاهم هنلاقيهم كلهم بيتمركزوا في النقطه دي. والكلمه الوحيده اللي محدش اخد باله منها في اللغز ده هي حارت ودارت. هي ايه حارت؟ يعني ايه حارت ودارت؟ يعني حوران الشمس ودورانها. انا حسبت لقيت ان الشروق بيخرج من النقطه دي والغروب بيخرج من النقطه المعاكسه ليها اللي هي دي. لو مدينا خط من الشروق والغروب هنلاقي ان الخط ده ما بيتقطعش غير مع خط واحد في نقطه محدده قوي، وهي النقطه دي. محروق حورانك على دورانك على خطوطك يا اخي، ده الكلام اللي في الصندوق اسهل كتير. جوني ما تقوليش ان انت ما فهمتنيش. طبعا ما فهمتكش طبعا، يعني بس واضح ان الهري اللي انت هريته من شويه ده كلام مدروس وموزون. وفين المفتاح؟ المفتاح مدفون في النقطة دي. No way. No way المفتاح يكون هنا. جوني أنا حاسبها قدامك أربع مرات. بص I'm sure المفتاح هنا. توماس أنا العمدة. ما ينفعش أبقى ماسك معول وبحفر هنا، شكلها هيبقى weird. لا ما تخافش، إحنا مش هنحفر هنا، إحنا هنحفر جوه. Are you crazy؟ الناس جوه عيانة. شوف شوف الراجل بيموت أهو أهو، نعمله زي دست ودوشة، أنت مجنون. احنا مش هنحفر في المكان كله، احنا هنحفر في نقطه معينه، والنقطه دي ممكن تكون في حته يعني مش قلق قوي. انا مش ممكن اشاركك في عمل شيطاني زي ده. جوني كمون، المفتاح جوه. جوني ايه دمار يا كبير؟ ده كيف في الوجع المربربه دي؟ هو الشيخ شديد ده اتاخر ليه؟ معلش يمكن الطريق زحمه ولا حاجه. الشيخ شديد يجيلك من بعيد، ما تهمهوش الزحمة ويفوت في الحديد. في ايه؟ فراخ بانيه. احنا جينا مطعم وليه؟ مالك يا برنس؟ قلقان شوية. فتهدى يا كبير. شفت عرف اسمك كيف؟ بسم الله ما شاء الله. هات اللي عندك يا كبير. شوف باختصار كده، جدي الكبير خالص وهو عمّن يحفر في أساس البيت لقى صندوق صغير كده. والصندوق فيه شيء سمين وهو ده المراد. مظبوط. كمل. الصندوق ده اسم الله على مقامك مكتوب عليه لغز، وما ينفتحش الصندوق غير لما تحل اللغز اللي عليه. اللهم صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. أني قنقف.
قول اللغز بيقول ايه؟ بقول لك تم النقط وبينهم خطوط. قول لي نقطة منهم. انت حتروش يا شيخ. موها كمل. تم النقط وبينهم خطوط والحل فوق سطحهم موجود، حارت ودارت فيهم الناس، بصوا للسطح ونسوا الأساس، لولا الأساس ما كان السطح يكون موجود. موجود موجود. احنا شاكين كده يا مولانا ان الصندوق ده عليه سحر الخطوط، وان فيه جن مقرمط على الصندوق ومسوجره، وعشان كده احنا جينا لك عشان تفكلنا اللغز ده. هو سحر الخطوط من ايام الجدود في الصندوق موجود، وحيفضل ممدود لحد ما يقول العوان والمستخبي يبان ونفك القيود. وحنفك القيود ده كيف يا مولانا؟ نعرف الاول مين الجن اللي مقرمط عليه ونساله عايز ايه. وهنعرفه كيف؟ نجيبه هنا وسطينا ونستفسر منه. هنجيب مين هنا يا رجل يا مخبل انت؟ ها براحتك، ده باينا يبقى مرير طافع. نركز بقى شوية مع بعض عشان نحضر الجن سوا سوا. انا اللي حاسبكوا سوا. اقعد اقعد. الحركة اللي هعملها دلوقتي لازم تعمله زيها بالظبط، واللي هيغلط انا مش مسؤول. يلا يا جني قرب مني قبل ما ماما تسأل عني. يلا يا جني قرب مني قبل ما أمي تسأل عني. ماما ماما حاضر. انت مين؟ انت مين وعايز ايه؟ انا سمير يا شدو، انت نسيتني ولا ايه؟ اهلا سمارة، ازيك يا سمرة؟ عامل ايه؟ تمام يا شدو، انت اخبارك ايه؟ تمام يا صاحبي الحمد لله زي الفل. ينفع كده يا عم سمير؟ ما نتقابلش غير في الشغل وبس، ما فيش مره تعمل لي مفاجاه وتشد المدام في ايدك وتيجي تزورني؟ مشاغل بقى يا شدو، انت فاهم خير. انت بعتلي في حاجه؟ انت مزعل الناس الحلوه دي منك ليه؟ مفيش يا عم جديد، ده كان حوار كده بيني وبين الراجل اللي دفن الصندوق ده. ايه حوار قلق يعني ولا ممكن نحله حلو كده بالمحبه؟ مفيش، كان واخد مني فلوس يا عم ومات من غير ما رجعها لي. كام يعني؟ 25000 جنيه. قريبه يعني. والراجل الكبير بتاعنا ده راجل كباره وما تفرقش معاه المبالغ التافهه دي. احنا بس كنا طمعانين في كرمك تنزل لنا باكوين ولا ثلاثه. عذبه بس ما تموتوش. ما هي ما فيهاش اصلا يا شدو، وبعدين زمان ال 25000 دول كانوا ضلع، انت بس مستهيف الرقم دلوقتي. انا لو حطيتهم في بنك كانوا عملوا لي كام؟ وانا بقى لو قلت فوائد ولا عوائد وجبت معاك من الاخر لما لقيتك انت اللي في الطالعه دي. معلش يا سمره، ما احنا اصحاب برضو، الراجل الكبير بتاعنا ده راجل محترم وعايزين نعمل معاه اي واجب. بس ما تجيش عليا برضو يا عم جديد. وانا اقدر برضو يا سمره، مفيش غير بس الباكوين اللي قلتلك عليهم. ها قلت ايه؟ بس يعني ما بسش بقى يا عم، هي حلوة قوي كده جبرت عشان خاطرك انت بس يا شدو. ربنا يخليك يا صاحبي، اهو كده استبينا. يلا شد ومد. سلام يا شدو. مع السلامة يا سمرة. ها ايه رأيك بقى يا عم؟ اظن كده خلصت لك الحوار بتاعك تمام التمام، واحمد ربنا ان هي جت في سمير. لو كانت جت في جني حراق كان طلب منك دولار ويني ويورو، وكان قال لك كان يوماني ودكان الزلباني. ربنا يبارك لك يا شيخ شديد، الواحد مش عارف من غيرك انا هيعمل ايه. الحمد لله. خد يا كبير الحجاب ده وتبعت لي الفلوس مع اي حد، والساعه 12 بالظبط تكون وصلت الفلوس لسمير. انت تفتح الحجاب ده ترشه على الصندوق يقوم مفتوح على طول، وما تنساش تبعت لي العموله بتاعتي، انا باخد 10%. مسافه السكه والفلوس هتكون عنديك. بس انت متاكد يعني ان الصندوق هينفتح وهنول المراد؟ حي حي، هتنول المراد من رب العباد. الساعه 12 ها يا بنت؟ الساعة 12. طب يعني اعمل ايه؟ فضي الحجاب على الصندوق. لا فضيه انت. لا فضيه انت. انت خايف يا كبير ولا ايه؟ اه طبعا لا، بس يعني ممكن يكون في عفارة ولا غبارة، وانت عارف عندي حساسية. ماشي. امسك نفسك.
نفسك يا كبير بهزر معاك. تاني مرة تعملي اضربك بالجزمة. حقك علي. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يا ابن ال زي الزفت. على فكره بقى انا توصلت لحاجه، مش خط التقاطع ده كان مودين على نقطه؟ النقطه دي هي نقطه الشرطه. وانت مصمم تودينا اي داهيه وخلاص؟ مش مكفيك ان العنبر كله دخل العنايه المركزه بسببنا؟ انا عمري ما هنسى شكل الراجل العجوز اللي هو بيعرج ده وكان عمال يترجانا و... عمري ما هنسى. معلش اوعى. طب معلش، مش انا قلت لكم يا جماعه ان اللغز ده كلام فارغ؟ ما صدقتونيش. انا بقى متاكده ان حل اللغز ده موجود في الثلاث كلمات المكتوبين باللغه الهيروغليفيه دي. ووصلت لحاجه؟ يعني خلصت معظم الرموز، فاضل لي بس ثلاث او اربع رموز كده هقعد اعمل عليهم سيرش عشان اخلصه. محروق السحر على الشعوذه على شورتك يا فتايه. حقك عليا يا كبير. طلع نصاب والبلد كلها تعرفه والحكومه عارفه. وانا ايش عرفني يا كبير؟ فين زفت الصندوق ده؟ اهو صندوق اهو يا كبير. هكسره. كسر ايه يا مجنون؟ سيب مش من حقك. بس فهمت. فهمت ايه يا جحش انت؟ اللغز الثمان نقط اللي بينهم خطوط هم الصندوق، الحل على السطح موجود وهو سطح من اسطح الصندوق ده، يعني حارت ودارت فيه الناس وهو ده اللي حصل لنا دلوقتي. صدق معاك حق، لو الكلام على الصندوق ده يبقى السطح هو الحته اللي فوق والاساس هو الحته اللي تحت. اكزاكتلي. طب وايه موضوع ده لولا الاساس مكان السطح موجود؟ لا دي حكمه كده بتتقال في الاخر عشان الناس تتوهم ويبقى في جو سسبنس. اقعد افتي اقعد افتي بعرفك ده. وصية الكبير خالص جدي إلى أبنائي وأحفادي أو أي شخص يجد هذا الصندوق ويستطيع أن يحل اللغز الموجود عليه، لقد تركت ثروتي كاملة لك حلال عليك، الثروة التي ظللت أجمعها طوال 50 عاما من عمري وقد جمدتها في صورة ذهب منعا للتلف وهي موجودة بداخل الصندوق. إيه دي؟ جنيهين ذهب، ولكن ليست هذه هي كل ثروتي التي تركتها. الثروة الحقيقية التي يجدها من يفتح الصندوق هي الحكمة والصبر والعزيمة. حلو قوي، انت تاخد الصبر والعزيمة والحكمة والحاجات دي وانا اخد الاتنين جنيه ده. هم يعملوا كام يا توماس؟ 2500. لا لا خليهم لك. بس انا حلفت الحروف اللي ناقصة. صنع في الصين صنع في الصين.